الرحمن الرحيم. السلام عليكم، فيديو جديد. النهارده هنعمل كيكة باباز. روح السوبر ماركت تقولوا عايزين كيكة باباز، خدوها، بس مش هقولكوا بقى النوع، عشان خدوا انتوا النوع اللي عايزينه. على فكرة دي هتبقى اسرع واحلى واسهل كيكة باباز. وتعالى بقى نشوف المقادير: زبدة وبيضتين وكوباية لبن. وهنبدأ بقى نخلط الزبدة، وبعد كده هنشغل المبرد. دلوقتي بقى نحط اللبن. بعد ما خلطنا المقدار كويس، نحط بقى بودرة كيك البابونج. خليط كيكة الباباز هنحطه في الآن، بعد كده هنحطه في الفرن. الحمد لله طلعت من الفرن اللي هي كيكة الباباز، وهنحط عليها الشربات. الشربات دوت عبارة عن كوباية ونص سكر، وكوباية مية، ونص ليمونة. كده كيكة الباباز جاهزة، وحطينا عليها الشربات. عندنا كريم شانتيه نبقى نحط عليها، هتبقى جميلة. اخدنا قطعة من كيكة الباباز، وشوف بصوا شكلها كده حلو، وطعمها زي البسبوسه بالظبط. هدوقها، حلو. متنسوش لايك وشير سبسكرايب، واستنوني الفيديو الجاي. سلام.